بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله معنا أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا يا رب. وبي يعني حلول شهر رمضان نتكلم إن شاء الله عن بعض النقاط الصحية في خصوص شهر رمضان، ومن أهم هذه النقاط الصحية هذه رسالة نوجهها إلى أي أحد عنده مرض مزمن بضرورة زيارة الطبيب قبل شهر رمضان لسببين مهمين. السبب الأول هو أخذ الإذن الطبي للصوم، والشيء الثاني تنظيم جرعات الأدوية في شهر رمضان مع مواعيد الصيام والإفطار. وخلنا نأخذ يعني شغلة شغلة نفسر هذه النصيحة الطبية. إذا نقول مرض مزمن، شنو يعني مرض مزمن؟ مرض مزمن يعني أي حالة طبية تستدعي أخذ العلاج لها بصورة يومية أو شبه يومية. فيمكن أبرز الأمراض المزمنة اللي نعاني فيها في منطقة الكويت والخليج العربي هو مرض السكر والضغط وأمراض الكوليسترول والغدة الدرقية وبعض أمراض الجهاز الهضمي، وحتى الأمراض نفس الربو ونفس الأكزيما أيضا تصنف أنها أمراض مزمنة، خاصة إذا كانت تستوجب أخذ العلاج بشكل يومي أو شبه يومي. فأي أحد عنده مرض مزمن دائما نقول له راجع عند الطبيب لمتابعة هذا المرض المزمن وأخذ الأدوية وعمل التحاليل الدورية أيا كان هذا المرض المزمن. حيني إلى زيارة ما قبل شهر رمضان، هذه نقطة مهمة جدا. أنا طبيب عائلة وأعرف أن بعض الناس هو يقرر الصوم، يعني خلاص هو قرر الصوم. إحنا كأطباء إحنا منكم وفيكم، وإحنا يعني كلنا مسلمين، ودائما عند أخذ الإذن الطبي للصوم إحنا بالعكس يعني إحنا نريد الصيام للجميع. لكن هناك بعض الحالات نقول نادر، أنا كطبيب يعني عندي عيادة أمراض مزمنة، صراحة نادر ما أقول حق المريض أن أنت مثلا الصيام في هذه السنة الأفضل أن ما أصوم، أو أنا رأيي كطبيب أن الصيام في هذه السنة أن لا يتم، أو أن يعني إن أجله إلى السنة القادمة. وفي وايد يعني أشياء تخلي الطبيب يعني مو وده لكن لمصلحة المريض، وهنا تغلب مصلحة المريض. إذا الطبيب المختص اللي يعالج الإنسان أو المريض رأى بصورة محققة أن الصيام سيكون له مضرة أو مشقة يعني فوق المشقة الطبيعية، نحن نعرف الله سبحانه وتعالى يعني أوجب لنا الصيام، ويصاحب هذا الصيام نوع من التعب والإنهاك وحتى نوع من العطش والجوع، هذا كله طبيعي. لكن عند فئة من الناس يكون الصيام هناك فيه خطر محقق جدا. على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، من الناس اللي الطبيب متأسف أن يقول لهم أن احنا ما نقدر نعطيكم الإذن الطبي للصوم، اللي عندهم على سبيل المثال مرض السكر النوع الأول غير متحكم فيه، يعني هؤلاء الناس يحتاجون إلى إبر من الأنسولين بفترات متقاربة باليوم. فهؤلاء خاصة يعني في إذا كان ساعات الصيام طويلة والإفطار مثلا يعني وقته متأخر أو وقت المغرب متأخر، هؤلاء الناس يعني يكون الصيام قد يحقق ارتفاع للسكر، يجب أن نأخذ إبرة أنسولين. وأيضا الناس اللي مثلا يحوشهم هبوط في السكر، فهؤلاء الناس الهبوط خطير جدا جدا، ممكن أن يتسبب في إغماء وفقدان وعي وضعف يعني التروية إلى الدماغ ومشاكل كبيرة قد تصل إلى الوفاة. لذلك الموضوع يعني ما نقول مو غشمرة، يعني الموضوع خطير جدا على الصحة. فمرض السكر النوع الأول كل اللي يأخذون إبر مو كلهم ما يصومون، وإنما في فئة من الناس نقدر نضبط ونعدل مواعيد أخذ الإبر والأنسولين مع الصيام ماكو مشكلة. إحنا بس مرض السكر النوع الأول الذين سكرهم غير متحكم فيه رقم واحد، رقم اثنين الذين سكرهم التجسسي عالي جدا، أو الذين يعانون من هبوط، فهؤلاء الناس ممكن أن يقرر الطبيب أن رمضان هالسنة يعني الأفضل عدم الصوم فيه. خلنا نأخذ فاصل قصير ونرد نكمل في هذا الموضوع. رجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل حول الصوم في شهر رمضان. كنا نقول نصيحة أن أي أحد يعاني من مرض مزمن يجب أن يذهب إلى الطبيب حتى يعطيه الإذن يعني الطبي للصوم. نفس ما قلنا الطبيب هو منكم وفيكم، وهو يحرص أن الجميع يصومون، وإنما حالات بسيطة جدا
الطبيب يعني يقرر ان لا هالسنه الصيام ما ينفع، ويبنى مثال مرض السكر النوع الاول ياخذون ابر الانسولين، مو كلهم قلنا في حالات محدده اللي توهم بادين علاج الانسولين، اللي يحتاجون الى ابر ما قدرنا نضبط مواعيدها مع ساعات الصيام الامساك والافطار، الناس اللي حوشهم هبوط، هذه فئه مهمه جدا. ايضا الفئه، في هناك فئه من الذين اجروا عمليات ما بعد العمليات مباشره، ايا كان نوع العمليات بصوره عامه لا ينصح لهم الصيام، لما يعني يصاحب ما بعد العمليه الجراحيه من هاك وتعب وادويه مضادات حيويه او حتى مسيلات الدم. فهؤلاء الناس طبعا غالبا مو كل شهر رمضان، وانما فتره قصيره جدا الى ان يقرر الطبيب ان نعم الان باستطاعتك الصوم. اضف الى ذلك هناك فئه الناس الذين عانوا من جلطات قلبيه او دماغيه، ايضا هنا هؤلاء الناس غالبا خاصة إذا كان هذا قبيل شهر رمضان، الطبيب سيقرر أن ممكن هذا الصيام لا يصلح لهذه السنة. وأيضا هناك حالات من الذين عندهم فشل في يعني فشل كلوي، فيحتاجون إلى أدوية ويحتاجون إلى مثلا شرب السوائل، صعب جدا أن يبقون فترة طويلة، وهناك أدوية يأخذونها، فالفشل الكلوي واللي يسوون غسيل كلوي، هذه أيضا فئة مشهورة لمن لا يجب عليه الصيام. عموما احنا ما نبي نحصر جميع الفئات التي لا يستطيعون الصوم، وانما هو يعني هذه الفئات هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. ورد الى القاعده الاولى، اي احد عنده مرض مزمن يرجع الى طبيب المعالج، والطبيب المعالج هو الذي يقرر الصوم من عدم الصوم. وانا اتمنى ان الجميع يلتزم بتعليمات الطبيب، لانه بعض الناس ما نعرفهم، بعض الحجيات على سبيل المثال اللي فيهم سكر وسكرهم مو مضبوط يعاندون ويصومون، على الرغم من ان الطبيب يقول لهم لا. وانا يعني لست يعني مختص بالامور الشرعيه، لكن اقول لكم الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واذا الطبيب تحقق له ان الصيام مضره اكيده على الجسم وعلى البدن، هنا حتى العلماء والمفتين افتوا بيجب بوجوب الافطار، لان مثل ما قلنا يا الطبيب يعني غلب في ظنه ان الصوم سيسبب مشكله طبيه محققه وسيسبب اذى، فهؤلاء الناس يجب عليهم يعني الافطار. الشيء الثاني هو تعديل مواعيد الادويه اللي كنا ناخذها صباحا او عصرا مع الافطار، وهذه ان شاء الله مو صعبه، سواء كان ادويه الضغط او ادويه حتى السكر او ادويه الكوليسترول، و كان اشهر مثال ادويه الغده الدرقيه وخاصه خمول الغده الدرقيه ياخذونها صباحا، فنأجل هذه الجرعه الى ما بعد الافطار. يمكن في حلقه من الحلقات نتكلم يعني التفصيل عن مواعيد هذه الادويه، لكن ايضا مواعيد اخذ الادويه مهمه جدا. لا تقول انا بكيفي راح انقل مثلا حبه الصبح راح اخليها، مثلا الفطور راح اخليها السحور، او انت تالف، لا، يعني هذه الادويه خاصه اذا تنوخذ اكثر من مره باليوم، مرتين او ثلاث مرات، يجب على الطبيب المختص هو الذي يرحل المواعيد بما يتناسب مع ساعات الصيام. ولا تقول مثلا انا خلال السنتين اللي طافوا، لا، السنتين اللي طافوا كان الصيام مثلا الى فتره طويله، الان الصيام صار اقصر، او العكس. فنفس ما نقول عطوا الخباز خبزه وارجع الى طبيبك المعالج، وهو الذي سيغير مواعيد الادويه. لا تجتهد انت، لان الادويه هذه مو اختصاصك، ولا تعرف مثلا اثارها الجانبيه، او ممكن ان تكون الفتره الزمنيه قصيره جدا، فممكن تتداخل هذه الادويه والجرعات تزيد عليك، ايا كان المشكله الطبيه التي تعاني منها. فزياره الطبيب قبل شهر رمضان هي حاجه اساسيه وضروريه لاي شخص يعني عنده مرض مزمن. ونفس ما قلنا، ارجو خاصه الحجيات اللي انا اعرفهم، يعني ارجو انكم تحرصون عليهم كابنائهم او بناتهم بضروره زياره الطبيب وضروره الالتزام بما يقرره الطبيب من الصوم وعدم الصوم، وأيضا تنظيم جرعات الأدوية، هذه مهمة جدا. بالنهاية أتمنى لكم الصحة والعافية، وإن شاء الله رمضان يكون رمضان جميل وصحي، والله يتقبل إن شاء الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونشوفكم غدا في نفس هذا الوقت. مع السلامة.